بهيرارتولوج اوف سيرجن ان ادنبرا. حاليا كليه الجراحيه الملكيه مال ادنبرا بلشت تسوي امتحانات بالعراق، امتحانات اطباء الاسنان مثل ما قلنا هي بمختلف الاختصاصات. هسه احنا نحكي على سبيسيفيكلي فور دنتست، هسه نحكي على شنو الشهادات اللي تقدمها هاي الكليات لاطباء الاسنان. رويال كولج اوف سيرجن ان لندن ان انجلاند، شو اسمها الشهاده اللي تعطيها لاطباء الاسنان؟ شهاده العضويه اسمها الام جي دي اف. شنو اختصار الام جي دي اف؟ ممبرشيب جوينت دنتال فاكولتي، ممبرشيب جوينت دنتال فاكولتي. الرويال كولج اوف سيرجن ان ايرلند في مدينه دبلن، شو اسمها الشهاده اللي تعطيها لاطباء الاسنان عضويه؟ اسمها الام اف دي، ممبرشيب فاكولتي اوف دنتستري، ممبرشيب فاكولتي اوف دنتستري. الكليتين الثانيه، الكليتين الثالثه والرابعه في مقاطعه سكوتلاند اللي هي في مدينه ادنبرا مدينه جلاسكو، شو اسمها الشهاده اللي تعطيها لاطباء الاسنان؟ اسمها الام اف دي اس، ممبرشيب فاكولتي اوف دنتال سيرجن. These degree high MFDF, MJDF, MFD, MFDS are equal to each others. Means when I'm graduating 2005 from Al Mustansiriya Dental School, I'm equal to the dentist who graduated from Baghdad Dental School or from Mosul Dental School. These degrees are equal. يعني أنت لما تحصل على ال MFDS لما تكمل الامتحانات بالرويال كولج مال مال أدنبرا زين وتحصل شهادة الـ MFDS تكون معادلة للـ MFD مال دبلن آيرلند أو معادلة للـ MJDF مال مال إنجلاند اللي بلندن. الفرق شنو بيناتهم؟ هسه راح نتطرق له. عموماً إخوان، عموماً هامش الفرق بسيط جداً، يعني أكو فروقات هسه راح نحكيها بطبيعة الأسئلة، طيب نمط الأسئلة وطبيعة الأسئلة، ولكن فروقات طفيفة. هي هذه الكليات الأربعة اللي تسمعوها، أدنبرا وغلاسكو وآيرلند وإنجلاند، هي هذه. هاي الشهادات الأشياء اللي لازم يعني تعرفوا، هاي الشهادات إن جنرال دنتستري، هاي الـ MFDS والـ MJDF والـ MFD إن جنرال دنتستري. Next step، next step بال بعد هاي الشهادات هي اكو شهادات متخصصه، يعني اكو ممبرشيب ان اورثو اسمهم ام اورث، ممبرشيب بالرويال كولج، اكو ممبرشيب ان اسمهم ام ار دي، ممبرشيب ريستوراتيف دنتستري، اكو ممبرشيب ام او ام اس اورال اند ماكسيلوفيشال سيرجري، ممبرشيب ان اورال اند ماكسيلوفيشال سيرجري اند سو اون. احنا اللي بدنا نحكي عليهم هن اللي بلشن يصير الامتحانات مالتهم بالعراق اللي هي جامعة العفو كلية أدنبرا، وريسنت يعني آخر كم شهر سمعت إنه جماعة كلية الجراحين اللي لندن اللي شهادتهم اسمها الـ MJDF هم بلشوا الامتحانات، سووا الامتحانات بالعراق زين. ذن الشهادات جنرال دنتستري، بعدها باختصاص معين. بس شنو فائدة العضوية؟ أعتقد واحد من الحضور يعني يسأل يقول أنا شنو فائدة العضوية؟ أنا ألخص يعني من وجهة نظري ألخص الفوائد العضوية إذا داخل العراق وخارج العراق، هذا الدائرة المفروض بها داخل العراق بس ما المفروض. أول فائدة شو استفادت منها أنا إذا حصلت امتحانات، إذا فتت في هاي الامتحانات وحصلت هاي الديجري، هاي الامتحانات فلوس، امتحان تقريبا 600 باوند ترايل. بس احب يعني انوه النقطة انه الامتحانات مال رويال كولج زين وورلد وايد ريكوجنايزد، يعني اكو سناتر للامتحانات مال رويال كولج بشرق وغرب الكره الارضيه، مو بس بريطانيا ولا بس بالعراق والشرق الاوسط، حتى بالفار ايست ماليزيا سنغافوره الهند بالسويد مال مركز للامتحانات مال الـ MFDS اقصد انا والـ MJDF والـ MFD، اكو سنتر الامتحانات بالسويد مالمو، اكو سنتر الامتحانات بنيويورك. فلان الشهادات معترفه وورلد وايد،
بالإضافة إلى شغلة، هذا أقصد بال يعني outside of Russia. بالإضافة إلى شغلة أنه يعني when you put this title of Royal College before your name, it will give a weight for your CV. أنت راح تعطي ثقل السي في مالتك إذا أردت تقدم على scholarship، إذا أردت تقدم على job، إذا أردت تقدم على أي 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 فرصة عمل ثانية. الخليج على سبيل المثال جدا يعترفون بهاي الشهادات وجدا يقدروها ويحسبوها شهادة اختصاص. أنا دا أتكلم على الشهادات العامة الام اف دي اس والانجيلي. داخل العراق خارج العراق داخل العراق هاي الشهادة الام اف دي اس او الام اف دي او الام جي دي اف تعادلها وزارة التعليم العراقية. هذا الكتاب مال المعادلة مال ام اف دي اس مالتي مال ام اف دي MFD Membership Faculty of Dentistry RCSI قلنا أنا امتحنت مال أيرلند. دبلوم عالي مدها سنة بعد الشهادة الأولية، يعني للطبيب الأسنان اللي عنده بكالوريوس واللي يريد يحصل على Post Graduate Degree Recognized by Higher Ministry of Higher Education Iraq. يعني مو هواي دبلومات وهواي أكو شهادات ووثائق وعفو يعني جداريات، بس هذه مو معترف بيها من وزارة التعليم العراقية. باي ذا واي حتى تكتب الصورة عندكم، هاي الشهادة سابقاً يعني لحد قبل 5 سنوات كانت وزارة التعليم العراقية تحتسبها كماجستير. وأمانة يعني خلي يكون بذهن الطبيب الأسنان اللي يريد يفكر يفوت بهذا الموضوع، يعني لازم يخلي بال انه يريد لها جهد، يبذل جهد ما يقل عن جهد الماجستير. يعني القضيه مو مجرد انت تشترك بدوره وتطلع ثامز اب وتبتسم وتخلي صورتك على الفيسبوك وتقول خلاص انا صرت يعني عضو فلان، لا مو هيش القضيه. القضيه لازم تجتهد وتقرا وتتعب وتفوت بسلسله امتحانات يلا تحصل على لقب العضوية. لذلك الشهادة تعتبر كدبلوم عالي بعد البكالوريوس. على أساسها أعرف الإخوان اللي هنا يعني إذا تحصل ديجري يعني يتغير مكان عملك، يتغير راتبك، مكانك إذا تبقى بالمركز الصحي الدائم بالتخصصي والتبعات اللي عليها، فمعترفة من قبل وزارة التعليم العراقية. الفائدة الثالثة بغض النظر عن خارج العراق وداخل العراق، الفائدة الثالثة اللي أنا أشوفها وجهة نظر من خلال تجربتي، أنا مثلاً عندي ماجستير مارتي من النمسا مو من العراق وعندي هاي الشهادة، أكو فوائد مهنية لهذه. يعني لما أنا بلشت أقرأ حتى أفوت بالامتحانات على الرويال كوليدج زين استفادت فائدة مهنية. يعني صراحة قمنا نشوف يعني طب الأسنان من منظار مختلف. شنو معنى منظار مختلف؟ يعني احنا الدارج عندنا هسه انه هي عباره عن فلن حفره السن وطمه، هسه ما يخالف تسوي الكارنج يخبل وتسوي البولشنج يخبل، هذا موضوع. اكو موضوع اخر اللي هي المهنه، شلون اكو مواقف احنا يعني اصلا هم ادرس بكليه وهم تدريسي، بس المنهج عندنا بالعراق ما مطالبين به. يعني مثلا how to deal with patient complaint، how to breaking bad news for the patient، بمعنى يعني انت شلون تنقل خبر سيء للمريض مالتك. وهاي يمكن اخواننا الجراحين هنا يواجهوها باستمرار. يعني انت يجيك مريض جايب لك التحليل مالته something sinister، شيء يعني مرض مو زين احنا نسميه بالعراق او سيء، شلون تنقل له هذا الخبر؟ اخوان ترى هيك اخبار صادمه. يعني هسه احنا الولد اذا تروح للفيتر ويفتح البريد مال سيارتك ويقول لك سيارتك يرد لها شغلة $1,000 مو خبر مزعج. أو البنات إذا راحت للصالون وصبغت شعرها وطلع لون الشعر ما ملائم فتخبر جدا سيء، فكيف أنت تقول له الخبر المريض سيء؟ وأمثلتها هواي. أنا مرة صارت وياي patient عنده impacted tooth دزيت على OPG، راح رجع لي الأميلوبلاستوما ماكله
ماندبل مالته كله. فشلون تقول له يا ابي ترى انت عندك شغله بالفك مالتك هذه يعني يرد لها عمليه وبنج عام دكتور انا يعني جيتك سني وجعني طلعت لي بنج عام وزرع. فهاي المواقف وشبيهات لها شلون يعني شلون تبي تتعامل وياهم ان راشنال واي طريق واسلوب علمي مو يعني مو اعتبار يعني مو اعتبار. هاي اللي انا اقولها انه انت شلون يتغير مفهومك للمهنه هاو تو تيك هيستوري فروم ذا بيشنت. شلون تاخذ هيستوري من البيشنت؟ احنا واي امور احنا ندرس بلوكس تقويم كلاس 1 كلاس 2 بس يعني ما ناخذ فول ايمج على البيشنت مالتنا. بالرويال كوليدج اكزام بريبريشن يو هاف تو بوت ذيس ان يور كونسيدريشن. لازم دائما كلها تخليها ببالك لما تعد العده لامتحانات الرويال كوليدج. فأنا هذا اللي يعتبرها الفوائد المهنية بغض النظر عن ايش راح تنحسب هنا وايش راح تنحسب برا. باختصار احنا هنا يعني لما نتخرج من كليات الطب الأسنان العراقية نتخرج أسنان ما طب أسنان برا الكولج إكزام يردون من عندك تصير طبيب أسنان. طبيب خطين حمر جوا كلمة طبيب. يعني هنا فقط اخواننا وزملائنا اللي راحوا للمكسلوفيشيال وعاشوا جوا المستشفى يمكن يلا صاروا يعني ولا اذروايز كل الاختصاصات. انا منكم يعني انا نفس المبدا بس ورا يعني ورا ما تفوتوا بهذه الامتحانات وتقرا اكثر شوف الموضوع. لا الموضوع مو بس يعني مو بس اسنان مو بس اسنان كطبيب تقويم مو بس كراودنج واخلي الوايرات مالتي وتعدل لا بها اعتبارات اخرى. فهي هذه الفائده من الحصول على عضويه كليه الجراحه المدنيه. الشغله الاخرى انا اعتبرها هاي الامتحانات هي اتس لايف تشينجينج اكسبيرينس. شنو معنى لايف تشينجينج اكسبيرينس؟ يعني انت انا ذكرت في بدايه المحاضره انه الرويال كوليدج تخلي امتحانات بمعيار عالي. يعني واحدة من هاي المعايير انه النجاح والرسو النجاح والرسو الها مو انت تجيب 49 راسب تجيب 50 ناجح. النجاح والرسو يتم عن كونسبت عن مفهوم اسمه الباسنج ريت. شنو معنى الباسنج ريت؟ يعني احنا مو قلنا الرويال كوليدج تصير امتحانات كل يعني بهواي بلدان بنفس يعني بهواي مكانات وبلدان بالعالم. بمعنى يعني هسه مثلا اكو 1-4 امتحان بالعراق وبمصر وبريطانيا وباليزيا. هذول اللي راح يمتحنون 1-4 راح تجيهم نفس الاسئله راح تروح الدفاتر تصح بريطانيا بالرويال كوليدج يردون برسنتج معين للنجاح. يعني يردون فقط اعلى 50 واحد او اعلى 100 واحد. طبعا هذا بالنهايه يعني درجة النجاح تكون variables متغيرة minimum 65 maximum 75. يعني تخيل أنت لما طبعا هذا النهاية يعني شير منك يريد منك أنه أنت مو بس تقرأ حتى تحفظ. يعني you have to do as best as you can in the exam لأنه أنت راح تمتحن ويا راح تتنافس ويا أطباء ما تعرفه جايتك الأسئلة من مكان تعرفه راح يصلح لك الدفتر مالتك واحد ما تعرفه. فهذا كله يسقل شخصيتك المهنية. يعني أنا أحكي عن تجربتي وعن الإخوان اللي حصلين على الماجستير. حتى بالماجستير يعني هسه احنا لما أهم يوم بالماجستير هو يوم الديفنس داي يوم المناقشة. ما أعرف إذا أكو واحد من الإخوان عنده ماجستير هنا مو كان أهم يوم يعني يوم المناقشة يكون شوية يوم بس انت يوم المناقشه تعرف من راح يناقشه ويجو السائل عليه المشرف مالتك وياك صحيح. بالرويال كوليدج اكزام لا ماكو شيء. عاده انت راح تروح المكان تمتحن بيه انت جزء ما داخله ما واصله. يعني اني امتحنت البارت 1 بايرلندا اول مره. انا رجال طالع من الحلة لا واصل ايرلندا ولا اول مره اطير بالطياره اوصل ايرلندا في مكان بلد ما اعرفه مدينه ما اعرفها بس
اكو بوست كود، اكو فد ادرس عنوان تروح تمتحن به مكان. فهذا كله هذا كله يصقل الشخصيه. ليش اني قلت لكم هي لايف تشينجينج اكسبيرينس؟ بالاضافه لهذا الستريس مال الامتحان، انه انت ما تعرف منو جايب لك الاسئله، ما تعرف منو راح يصحح لك، ما تعرف انت يعني ويا منو يعني ده تتبارى، لانه هي بالنهايه ات ذا اند سلايك اوف باتل. انت راح يعني دفات دفترك الامتحان راح يروح ويا سنتر الامتحان مال ماليزيا والهند والقاهره وبريطانيا كلها دني صحن. لذلك هاي الرويال كوليدج يعني عندها هاي البرستيجيوس نيم. دني كلهن يصقلن مهاره الطبيب المهنيه. فهذه تندرج ضمن اليه او ضمن عنوان فوائد عضويه كليه الجراحه الملكيه. الشغله الاخرى اكو شغلات راح تجي باي ديفولت، يعني انت السيلف كونفيدنس مالتك، اللانجوج مالتك سيجنيفيكنتلي امبروف. ليش؟ لانه هسه راح نجي من خلال طريقه الاسئله شلون يسالوك زين، شلون اللانجوج مالتك لازم تتحسن. فأجزاء الامتحان بارت 1 شنو أنماط الأسئلة واردة بي، وبارت 2 شنو أنماط الأسئلة. وأرجع أقول بما أنه الناس اللي يحكون باللغة الإنجليزية هواي يستخدمون الأبريفيشن المختصرات، فأنا تعمدت أنه أجيب المختصرات حتى اللي يحب يقرأ على الويب سايت راح يفهم شنو معنى ذن المختصرات. البارت 1 عادة بكل الكليات مال إنجلاند مال لندن اسمها اللي شهادتها MJDF، او مال ايرلند دبلن اسم شهادتها MFD، او مال سكوتلند غلاسكو ادنبرا اسم شهادتها MFDS، كل هندني البارت 1 هو بيبر بيست اكزام، يعني ورقه وقلم وتمتحن. شنو انماط الاسئله المتوقعه؟ يا اما MCQ، وارد عندنا MCQ اللي هي المالتيبل تشويس كويستشن زين، يا اما SAQ short answer question، او الـ EMQ واللي هو الـ extended multiple choice question. شنو معنى extended multiple choice؟ الـ MCQ واضح، ما اعتقد اكو واحد من الحضور ما يعرف شنو معنى MCQ، واضح عندنا. والـ SAQ واللي هو الـ short essay جاوب. الـ EMQ شنو معناته؟ شنو نمط الاسئله؟ EMQ يجيبوا لك خمس او اربع حقائق متعلقة جواها خمس سيناريوهات أو خمس جمل، فأنت لازم تربط، يعني لازم تربط الفاكتس ويا الباراجراف اللي جواها. الفكرة وين؟ they want to make it difficult. ليش هم يردون يصعبوها عليك؟ أكو مفهوم لازم الكل يفهم. We are as a health professionals. We are dealing with the most precious thing on earth, which is the living tissue. إحنا نتعامل ويا أنسجة حية. يعني there is no way to guess. مو ما تخمن. ها والله إذا ماكو روح سوي لفلان شيء. هذا الدارج هنا. إحنا الرويال كوليدج لا. تريد من الطبيب أنه يكون systematic بالdiagnosis, examination, بالtreatment plan مالته. فلذلك يتبعون هاي أنماط الأسئلة. فهسه البارت 1 يكون يا اما MCQ يا اما SAQ يا اما EMQ واللي هو الاكستندد مالتيبل تشويس كويستشن. سواء على حد الان ورا ما تعبر البارت 1 تنجح وتعبر البارت 1 نمط الاسئله بالبارت 2 بالجزء الثاني من امتحانات كلية الجراحة الملكية يتنوع واحد من ضمن ثلاثة، يا اما OSCE يا اما Vive Exam يا اما CSE. OSCE شنو معناته OSCE؟ واللي هو Objective Structure Clinical Examination. شنو معناه؟ معناه انه وهذا تسمعوه عند كليات الطب بالعراق، احنا عند اطباء الاسنان ما نستخدمه، كليات الطب بالعراق ما تستخدم هذا النظام الامتحان. الأوسكي هو عبارة عن غرفة قاعد بيها مريض، أو واقعا هو مو مريض، هو أكتر واحد من الهيلث ووركر، ناس اللي تشتغل مجال الصحة مثلا
فيزيوثيرابيست راديوثيرابيست وشنو يعلموه شلون يعرض لك اعراض مرض معين، وانت تجي كطبيب تاخذ يا اما تاخذ الهيستوري مالته، شلون تاخذ الهيستوري من عده، شلون تسوي له دايجنوستس، شلون تعطي تريتمنت بلان، شلون تعطي تريتمنت بلان. يعني هو صح بيشنت وعده ميسنج بالابر انتيرير ريجن، بس هو يختلف اذا كان عازف بالسيمفونية ويعزف هاي الوصل انسترومنت زين، اما هو سبورت السبورت مالته مثلا فوتبول لو بيانو ذني كله لازم، يعني you have to put it in your consideration. هذا بالاوسكي يسالوك اياه، بالاضافه انا دا اطرق لهذه المعلومات بالاضافه للمعلومات البيزك نولج ذني يعني اوريدي يسالوك عليهم، بس حتى السوشيال هيستوري شلون تتعامل وياه. الاوسكي غرفه حاطي لك مريض بيها، وانت تدخل عليه تفحصه وتسوي له اكزامينيشن وتسوي له تريتمنت بلان، واكو يا اما الاكزامينر داخل القاعه او كاميرات يشوف الاداء مالتك، يشوف الاداء مالتك. هذا النمط الاول من انماط الامتحانات بالبارت 2 بالبارت 2. النمط الثاني، النمط الثاني واللي هو الفايف اكزام. فايف اكزام شوي هذا يعني الاوسكي مو كلش كمان عندنا احنا داخل كليه طب الاسنان. الفايف اكزام شويه وارد عندنا واللي هو الانترفيو. يفوت تفوت انت على فد لجنه من طبيب او طبيبين ويسالك، يسالك على فد سؤال، هو شنو مثلا هذا اللي دا يمتحنك مثلا كونسلتنت بروستودونتك راح يسالك على البروستودونتك، سيرجن راح يسالك على السيرجري، أورال ميديسين أند سو. يعني هاي واحدة من ال... واحدة من ال... من المواقف اللي صارت وياي، أنه دا أمتحن فايفر فدخلت على إكزامنا فسألني على أنواع أسئلة، أسئلة نص ساعة، نص ساعة أسئلة مهلكة يعني جدا متعبة زين. قال لي آخر شيء يعني أكو تايمر ووقت ودا أشوف، فقال لي يعني دا أشوف الوقت دا يخلص، شنو أنواع اللاكنا بلانس يمكن أطباء يعرفوها واللي هي الروسيف والريتيكولر تايب وذني، فقال لي which one of these type are more tendency to turn to malignancy. قلت له الروسيف، فجاوبني قال لي this what you read in the book and not all you read in the book are correct. فقلت له يعني هذا هذا اللي تقرأ الكتب مو كل اللي تقرأ الكتاب صحيح، انت متاكد من عده؟ طبعا هذه لما يسوون هيك كان هو يعني نيتيف ايرش اكزامينر، لما يسوي هيك اللي يشوفك انت المعلومه مالتك يعني حافظها دريخ لو متاكد من عدها، يعني ذني يعني هم يعني كل شيء يركزون عليها بالرويال كولج. فقلت له شوف حتى على اساس يقيمك شوفك انت المعلومات اللي عندك جايبهن يعني يعني اون سوليد بيز لو هيجي طياريات. فهذا الفايف اكزام لجنه تمتحنك وتسالك. النمط الثالث من الاسئله بالبارت 2 واللي هو اسمه سي اس اي. شنو معنى سي اس اي؟ كلينيكال ستراكشر اكزامينيشن. شنو معنى كلينيكال ستراكشر اكزامينيشن؟ اكو فد كونسبت، اكو فد مفهوم يعني اسمه الكريتيكال ثينكينج. شنو معنى الكريتيكال ثينكينج؟ هذا اللي يعني تحت لهم الفرصه انه يدرسون برا، انه انت يعلموك انه مو كل ارتكل تقراها تصدق بيها، مو كل ارتكل تقراها تصدق بيها. فيعطوك ارتكل خلال وقت محدد، خلال وقت محدد تقراها وتشوف وين الويك بوينت والسترينث بوينت. اضرب لكم في المثل، يعني هسه انا مثلا تقرون بال بمجله كلية طب الاسنان جامعة بابل، بسام علي طبيب طلع معدل الميسنج ديكيفولوج اندكس اذا تذكروا هذا مثلا فد رقم معين. احنا هنا بالعراق راسا مدام هذا منشور بمجله وكذا
إذا خلاص رأساً نحط هذا الرقم ببالنا ونعتبره. بالرويال كوليج لا، ماكو شيء حاجة. يقول لك أنت لازم تقرأ الأرتيكل وورد باي وورد، كلمة بكلمة، حتى تشوف مثلاً بسام إيش قد السامبل مالته. ماخذ مثلاً بس ألف طفل، ألف طفل ما يعني ما تكون ريبريزنتيف لل للإندكس اللي دي يشتغل عليه. زين ماخذ العينة مالته على يعني جروب واحد بغض النظر عن السوشيو ايكونوميك ستاتس اوف ذا بيشنت، يعني تفصلها للارتكل، تفصلها للارتكل، يلا تشوف هل هي صحيحه او لا. ريجاردلس ذا جورنال ببلشز، بغض النظر عن الجورنال، ما اعرف اذا الطلاب يجوز هذا الموضوع يعني مو كلش يفهموا، بس الاساتذه هنا اللي مطالبين ببحوث ونشر، مو بكل مجله تنشر هي ريكومندد، لانه مرات يكون اكو بايس، بايس انحياز. يعني اني دكتور نور الصديقي امون علي يا ابد سهل لنا هذا النشر بمجله، بالمجله مال جامعه العميد، هذا يعتبر بايس، هذا يعتبر انحياز، ماكو شي حكي. فانت يطوق ارتكل تقراها وقت محدد وتشوف وين الويك بوينت وين السترينج. هذا البارت 2 هسه بس يعني بريف زمري. البارت 1 كله بيبر بيست اكزام، كله بيبر بيست اكزام، عاده ام سي كيو، اس اي كيو صراحه قل بالاونه الاخيره يستخدمون هذا النمط الاكزام، يا اما ام سي كيو يا اما ام كيو. البارت 2، البارت 2 ثلاث انماط، يا اما اوسكي يا اما فايفر يا اما سي اس اي. هسه بس حتى اقول لكم شنو الفروقات. قلنا لندن شهادتها الان جي دي اف، ايرلند دبلن شهادتها الام اف دي، جماعه سكوتلند ادنبرا وغلاسكو شهادتها الام اف دي اس. البارت 1 ذن ثلاثه كلهم هو ورقه وقلم وتمتحن. البارت 2 باختلاف، جماعه ادنبرا وغلاسكو اللي شهادتهم اسمها الام اف دي اس، البارت 2 مالتهم فقط اوسكي، اوسكي اللي هو غرفه تدخل على مريض وتفحصه شن عليه. الام اف دي جماعه ايرلند البارت 2 مالتهم هو اوسكي، اوسكي بالاضافه الى الفايف اكزام، هذا نحكي على البارت 2، اوسكي والفايف اكزام اللي هو تدخل على لجنه تسالك. رويال كوليدج اوف انجلاند اللي بلندن اللي شهادتها اسمها الام جي دي اف، البارت 2 مالتها هي اوسكي و سي اس اي، يعطوك ارتكل 20 دقيقه تقراها. فهو هذا، هو هذا الفرق بين ذني الشهادات الامتحانات، فروق طفيفه مو فروق يعني كبيره، لان هي كلها يعني ذا سيم سكوب. هذا فيما يخص اجزاء الامتحانات. متطلبات الامتحان هسه اذا واحد يريد يمتحن شنو 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 المطلوب من عنده؟ بارت 1 يو هاف تو فينيش ذا بي دي اس ديجري، يعني انت فقط تخلص البكالوريوس يحق لك تقدم على وحده من هاي الشهادات، على وحده من هاي الامتحانات. البارت 2 يو هاف تو ورك 12 month، 12 month as a general dentist. أكو شغلة أخوان ترى يعني يعني وزارة الصحة العراقية واللي اختصارها MOH، البيز مالتها الروت مالتها الجذر مالتها هي وزارة الصحة البريطانية. وزارة الصحة البريطانية اسمها NHS، N National Health سيرفيس، ناشونال هيلث سيرفيس. اذا سامعين اطباء الاسنان العراقيين لحد 1977 78 كانوا بس يتخرج يصير طبيب اسنان. ليش؟ لانه لحد ال 74 وال 73 ببريطانيا كان هيك بس تخرج تصير طبيب اسنان.
بريطانيا بال 74 صدروا قرار قالوا الطبيب ورا ما يتخرج لازم يشتغل 1 year under supervision واللي هم بريطانيا يسموها الفيتي vocational training. ورا سنتين نقلوها للعراق. احنا بالعراق شو نسميها؟ نسميها الروتيشن او الاقامه الدوريه. بمصر يسموها الامتياز، الخليج العربي يسموه الامتياز. فنفس المبدا، حتى اذا عبرت انت البارت 1 يعني مثلا هسه طبيب تخرج بشهر السابع اللي مضى، امتحن بشهر الرابع وعبر، والله سهل له وعبر، ما يحق له يمتحن بشهر العاشر 2019، لازم عنده 1 year experience. 1 year experience اللي هي تعادل الفيتي، الفيتي الفوكيشنال تريننج ببريطانيا، واللي تعادل الروتيشن عندنا بالعراق. بين بارت 1 وبارت 2، الحلو بهاي الامتحانات انه يعني انت ما راح تكون ملزم بوقت محدد وبلد محدد. يعني انت تمتحن بارت 1 مثلا هسه بشهر الرابع 2019، ما مو بالضروره انه العفو تمتحن شهر العاشر 2019، عندك 5 years validity، يبقى وياك هذا البارت 1 5 سنوات مثلا، تقدر تأجله التزام عائلي وظيفة، لا تحس نفسك مستعد للامتحان. 5 year validity no more than 6th trial. مو نفس الشيء عندكم بالبورد دكتور؟ 5 محاولات لو شقد؟ يعني 4 كل ديبارتمنت هي هاي، يعني هم ذولا 6 محاولات خلال 5 سنوات، 6 محاولات لك هاي من البارت 1 للبارت 2. فهذا فيما يخص المتطلبات. انت عندك بكالوريوس تقدر تقدم عليه. من الاشياء اللي يعني تستحق انه ننبهها بالذات الجيل الجديد المقيمين كذا، هسه اكو ازدياد بعدد اطباء الاسنان جدا كبير، وبنفس الوقت اكو دا تصير يعني فرص القبول بالدراسات العليا جدا دا تصير ضعيفه، لانه بس بغداد والمستنصريه ما تدفع يعني ما تفتح تقريبا 10 او 15 مقعد توتال، فدا تصير منافسه جدا شديده. هاي الشهادات للي يعني الى واهس ولي عنده طموح يحصل على ديجري، هذه اذا انت 7 وشد حيلك زين تقدر انت بسنه ونص سنتين بالزايد حصلها. لا انت مسافر ولا عايف عيادتك ولا عايف بلدك ولا عايف كذا، مجرد امتحانات تروح تمتحنها وترجع. هاي الادفانتج اللي بيها امتحانات، يعني تقدر تحصلها بدون انه هسه اغلب الاطباء مثلا خطيه يروح مصر يروح الايران حقه يريد يحصل على بوست جراجويت ديجري بكالوريوس، العفو ما يريد يقول لك انا ما اريد ابقى بكالوريوس، دبلوم ماجستير. هذه ادفانتج اللي بيها انه انت تقدر تحصلها بدون ما تترك مكان عملك وسكنك، هي هاي الادفانتج. بس الشيء اللي لازم يخلي الواحد بباله هي يعني مو سهله. اللي اريد اوصل المسج تيك هوم انه الموضوع مو سهل بس مو مستحيل، يعني مو يعني اللي خلصوه واللي راح يخلصوه هم مو يعني مو ناس خارقين لل يعني سوبرمان. زين بس شنو يعني شلون اقرا؟ شنو الماتير اللي لازم اقراها؟ هسه احنا بوقت يعني عصر جوجل، اي معلومه تريد تعرفها تفوت على جوجل، راح تقرا هواي حكي على الجروبات مال فيسبوك على جوجل. هي الرويال كولج مرات منزله ريكومندد ريدنج ليست بوك، بس صراحه ما انصح واحد بيها. ليش؟ لانه يعني جدا هيوج ويعني كبير. فهذا فروم my point of view. اول كتاب لازم تقرأ word by word.
هو أكسفورد كلينيكال دنتستري مال مؤلفة مال اسمها لو نيتشر 6th إديشن، مو الطبعات القديمة لأنه آخر يعني آخر أبديت، يعني لازم يعني you have to keep it with the latest update. هذا الكتاب يعني بعض الناس يسموه the Bible of Dentistry، وهو يستحق هذا هاي التسمية the Bible of Dentistry. This book very precise, very compact. ما في صور. هذا الكتاب أكو ناس جدا يعني أغلب أطباء الأسنان شايفين، بس للأسف ما يعرفون قيمته لأنه كتاب جدا جدا دقيق جدا دقيق، يعني very precise. الكتاب الثاني واللي هو طبعا هذا القطع الصغير اللي هو يصير قد كف الإيد تقريبا 600-700 صفحة. الكتاب الثاني واللي هو Applied Dental Science. هذا شنو Applied Dental Science؟ شنو Applied Dental Science؟ هذا this book summarized the first three years studying in dental school from clinical dentistry point of view. يعني هذا راح يحكي على الأناتومي والفيزيولوجي والبيوكيمستري والبيزك ساينس اللي ناخذها أول ثلاث سنوات، ولكن from applied point of view، من وجهة نظر تطبيقية. هواي هسه قرينا بالمايكروبيولوجي أسماء بس يعني مو كلش يعني ظلت ببالنا أو كان لها فائدة كبيرة بالحياة العملية. فذلك يعني هذا أول كتاب لازم الواحد يقرأ ويطلع عليه، هذا الكتاب الثاني. الكتاب الثالث والرابع واللي هو ماستر دنتستري، ماستر دنتستري بوك فوليوم 1 وفوليوم 2. فوليوم 1 يحكي على الاكزامينيشن والسيرجري زين والراديولوجي. فوليوم 2 اللي هو يحكي على الاورثو والبيدو والريستوراتيف. هذا الكتاب عفوا يعني اقصد كتاب الماستر دنتستري فوليوم 1 وفوليوم 2. حلو بي انه ورا كل شابتر اكو نماذج اسئله هي نفسها مال الرويال كولج اللي هي الام سي كيو والاس اي كيو والفايفا والكلينيكال كيسز، يعني سو يو هاف تو لوك ات ات. الاشياء اللي قلت لكم انا اعتبرها لايف تشينج اكسبيرينس. شلون الرويال كولج اكزام امبروف يور انجلش سكيل، واحده من الاشياء يعني اللانجوج مالتك راح تصعد. ليش؟ لانه انت لازم تقرا، يعني الموضوع ابد يعني ابد ما يجي بالهين، لازم تبذل جهد بي. واحده من الاشياء اللي راح تكتسبها باي ديفولت انه انت راح تصير كويك ريدر. شنو معنى كويك ريدر؟ يعني تقوم تقرا بسرعه. يعني احكي لكم انا عن تجربتي الشخصيه البسيطه. هذا الكتاب فوليوم 2 كملته باسبوعين، كتاب كمله باسبوعين. انا هاي الاسبوعين اروح وارجع وداوم واتسوق للبيت وهاي الافري داي لايف براكتس. بس شنو وصرت يعني مو تقرا تقوم يعني تقوم الماده تمشي عليك بسرعه، انت عينك تتمرن على انه تقوم تقرا بسرعه. واحدة من الأشياء اللي يعني المأسوف عليها إنه هذا الامتحان مال رويال كولج ثالث مرة دا تصير بالعراق الامتحان، وما دا ينجحون الطلاب، ما دا ينجحون الأطباء، مو الطلاب الأطباء. واحدة من الأشياء إنه الأسئلة مال رويال كولج مال أدنبرا 200 سؤال بساعتين، يطلع يقول مدى لحق اكمل الاسئله، يحقق متلحق. انت ما متعود تقرا بسرعه، انت لازم تقرا بسرعه وتفكر بسرعه وتجاوب بسرعه. يعني هاي المهارات اللي انت لازم تكتسبها، اللي هي طبعا ما تجي بدوره. انا ادخلك دوره، يجوز اعطيك يعني تدخل دوره اعطيك تركس هناك يعني فد مهارات، بس اذا انت ما تتعب بيها مستحيل تجي.
مستحيل تجي. فهسه قلنا ذن الكتب. الكتاب الاخير واللي هو كلينيكال بروبلم سولفينج ان دنتستري. كلينيكال بروبلم سولفينج ان دنتستري صراحه هذا الكتاب نمط طرحه للاسئله، نمط طرحه للماده العلميه يختلف عن الكتب الاربعه. الكتب الاربعه اللي مضت هي عباره عن شابتر ويحكي عليه. هذا ليش اللي هو problem solving in dentistry؟ لا، هذا سيناريوهات محتملة تصير وياك بالعيادة وانت شلون تتصرف وياها تقريبا. وهي هذا مال ادوارد اوديان همل سكند اديشن، لانه الثاني اديشن عفوا السكند اديشن ضافوا له تقريبا اربع سيناريوهات، 61 او 63 سيناريو، 63 سيناريو بالعياده ممكن يواجهك. اكو ناس تروح ابعد، هن ذني كلينيكال بروبلم سولفينج ان دنتستري هي هاي السيريز. اكو كتاب اسمه كلينيكال بروبلم سولفينج ان 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 اورثو اند بيدو، وكتاب اسمه كلينيكال بروبلم سولفينج ان بيديا ان امبلانت اند بيريو، وكتاب اللي هو صدرت من عنده طبعه واحده 2002 اسمه كلينيكال بروبلم سولفينج ان بروستودونتيك. ما انصح واحد يعني الا اذا هو عنده وقت وكلش يعني شو اسمه يفوت ذني يعني يروح للكلينيكال بروبلم سولفينج في دور. اعتقد هذا كلينيكال بروبلم سولفينج ان دنتستري ان جنرال، يعني مثلا انت شلون تتصرف اذا تشكيت اكسيدنتالي باي نيدل انسيت، شلون تتصرف. اكو لها رول، اكو لها رول. فهاي الكتب اللي انا اشوفها يعني لازم، يعني طبعا الكتاب الاخير ما تحتاجه بالبارت 1، ما تحتاجه بالبارت 1. الكتاب الاهم هو هذا الكلينيكال اكسفورد مال لورا ميتشل، هذا اهم كتاب. الصور هذه كلها منو يعني منو خلص كلية الجراحة الملكية؟ يعني اخوان احنا 2019 قبل 100 سنة تحديدا، قبل 100 سنة تحديدا 1919 ايام دولة ما كانت شيء اسمه عراق، كانت اكو امبراطورية عثمانية تحكم ولايات نجد، الحجاز، موصل، بغداد، البصرة. هذا ما كان اكو طب. كان الانسان لما يتمرض يروح للعطار يخبط له يانسون وحبة حلوة، ما كان اكو طب. الشام كانت مو ولاية، الشام ما كان اكو طب على اسس علمية. ورا ما راحت الدولة العثمانية وجت الحكومة البريطانية وجت العائلة المالكة بالعراق، اكو طبيب اسمه سندرسون باشا، جزء من الأطباء القدماء سامعين، واللي هو أسس كلية الطب بالعراق، واللي اشتغل بمستشفى، هاي صورة من واحدة من محلات الحلة القديمة اسمها محلة المهدية، اشتغل بها سندرسون باشا. زين، هو كان ضابط ويا الجيش البريطاني اللي دخل العراق بعد ما لزمت العائلة المالكة العشرينات، أسس كلية الطب العراقية واللي هي حاليا كلية الطب جامعة بغداد، واللي هي البناية لحد الآن موجودة. اللي واصل لهناك أو رايح كلية الطب بغداد لحد الآن نفس هاي البناية، تأسست من 1926. سندرسون باشا هو ممبر الرويال كولج أوف سيرجن أوف أيرلند. فقام ورا ما صار طب بالعراق على أسس علمية، زين، قامت الناس تشوف فرق. كان قبل الفلاح المسكين اللي يشتغل بالقاع ورجله تخزن صار عنده أبسس كان يموت. ليش؟ لأنه ماكو واحد يعالجه على أسس علمية، لاكو أدوات نظيفة ومعقمة، ماكو يجحج، كان هو على البركة. فلما صار طب أقصد طب إن راشنال واي بأسس منطقية، زين، صار shifting in the attitude of the Iraqi people، صار أكو تغير بالattitude مال العراقيين. فالناس
قل التزامها بالخرافة وأبو علي الشيباني وهال شو اسمه هالترهات هذه زين، قامت تروح للطبيب. ليش؟ لأنه قامت تعالج. واستمرت المؤسسة الطبية العراقية، استمرت المؤسسة الطبية العراقية، الكلية الطب ترفض المؤسسة الطبية العراقية الأطباء أربعينات خمسينات ستينات سبعينات حتى منتصف الثمانينات، كانوا الأطباء العراقيين، الأطباء العراقيين اللي يريد يحصل على اختصاص بكل الاختصاصات، مو فقط بالطب الأسنان، جراحة باطنية كسور نسائية، يروح للمملكة المتحدة يمتحن الامتحانات مال الرويال كوليدج، يعني مثلا مال الباطنية الـ MRCP، مال النسائية الـ MRCOG، مال ويحصل على شهادة الاختصاص. ف يعني اللي شالوا المؤسسة الطبية العراقية للقرن الماضي هم كلهم او معظمهم هم خريجين رويال كوليدج، يعني اجوا ناس دارسين من روسيا بس ما غيروا شيء بالمعادلة الطبية، ما اثروا تاثير مباشر. لحين نهاية الثمانينات بداية التسعينات دخل العراق مع سياسية، فبعد أطباء العراقيين ما يقدرون يروحون برا حتى يحصلون الاختصاص، البريطانيين يمتحنون حتى يحصلون الاختصاص، فصارت فكرة المجلس العراقي للاختصاصات الطبية. المجلس العراقي للاختصاصات الطبية هو فكرة مشابهة لفكرة الرويال كوليدج، مو صح دكتور؟ هي فكرة مشابهة للرويال كوليدج، هو فقط يدير امتحانات. That's it. فهي هاي من الناس اللي يعني هذا النقاط اللي حابين نذكرها عن نخبة من خريجي كلية الجراحين الملكية. آخر شيء أحب أقوله هذا جيب بلاك، سامعين جيب بلاك؟ جيب بلاك يسموه The Father of Modern Dentistry. ليش؟ لأنه هو حكى على The Classification مال كيريز، بالإضافة له هو اشتغل على الفلورايد، هو من الأوائل اللي جاب الدرولز البرينة وحط كومبريسر مال هواء وقامت صار سبيد أعلى. جيب بلاك إيش عرف طب الأسنان؟ It's art and science. مو هذا اللي كانوا لحد الآن إحنا تعرف يعني the most precise definition for dentistry. Unfortunately nowadays the major trend in Iraq only focusing on artistic part of dentistry. Nobody care about the scientific part. Nobody care about the scientific part. The Royal College exam focusing on scientific part of dentistry. They don't care about the artistic part of dentistry. هذا الفرق. هسه الميجر تريند اللي بالعراق هو انت شلون تسوي الكارفنج وشلون تطلع الاستاتيك. هذا صحيح مو غلط، ما حد يقول غلط، لانه جيب بلاك والاباء المؤسسون لطب الاسنان الحديث قالوا انه جزء من طب الاسنان هو ارتستيك بس، يعني فني بس. الجزء اللي بالعراق وبالشرق الاوسط زين بدا يهمل هو الساينتفك بارت. فاللي يفوت بالامتحانات مال الرويال كوليدج زين، يعني لا يتوقع انهم راح يسالوك على الفيليشنج شو اسمه يا نوع برش لما راح تخلي الكومبوزيت جي سي تستخدمها لو الكومبوزيت، ما يسالون عن هاي الامور لانه هذيس ار ساينت ارتستيك. لا يسألوك على أمور ساينتفك مثل ما ذكرت سابقاً. الرويال كوليدج إكزام تحاول أنه تصير أنت طبيب خطين جوا كلمة طبيب أسنان. Any question? Thank you for your listening. أحد عنده سؤال؟ نعم. الكوست مال الامتحان variable غير ولكن